ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة النافلة أنه إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وبآية وعيد استعاذ من النار، فهل يثبت ذلك في الفرض؟ وإذا ثبت في الفرض هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة إذا مر الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله وغيرها؟ أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ، وهو سنة في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت ليتعوذ أو يسأل أو يسبح لبينوا ذلك. ولهذا لما سكت للاستفتاح سأله أبو هريرة قال أرأيت سكوتك بأن تكبير القراءة ما تقول؟ فالفريضة نقول لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئا هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد خاصة نقول هو سنة. أفهمت؟ أما إياك نعبد وإياك نستعين فهذه لا تقول استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة. لماذا؟ لأنك الآن تخبر إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تقول استعنا بالله؟ معنى استعنا بالله هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، بل إياك نعبد وإياك نستعين أفضل من استعنا بالله، لأنها تدل على الحصر والاستمرار بخلاف استعنا بالله. نعم، المهم منه لا تقال استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. نعم.